استاذ محمد خليني احكي بكل شجاعه، انا كشيعي ومعروف انه ادافع عن القوى الشيعيه، اقول اليوم من العار يعني من المعيب على القوى السياسيه الشيعيه ان تنتظر رحمه القوى السياسيه السنيه والكرديه للتصويت على قوانين هي لا تمثل المكون السياسي الشيعي بقدر ما تمثل المكون السياسي الوطني. بتوضيح اكثر، الحشد الشعبي اليوم بنتكلم عنه، حشد اصبح يضم كل مكونات العراق، فبالتالي بدون استثناء. لذلك نقول وخصوصا انه قد تكون يعني حقيقه الشريحه الشيعيه هي الاكثر تضررا باعتبار انه اعطت اكثر شهداء، من المفترض اليوم احقق النصاب، اللي يجي واللي ما يجي براحته، انا ما عندي مشكله. اولا هذا القانون، هذا القانون وفرض اراده وكسر، بعد شنو ليش تنتظرون؟ يعني انت لا ديمقراطيه ولا هسه قاطعتك انا، هسه جيك على البيش مرقي خصوصا الاسماء، هسه ستتدلل استاذ وفاء، صار هسه طالبنا انت باسماء. انا اسال الاستاذ وفاء، قل له انت سمحتوا للبيشمركه ان يوطنوا رواتبهم وبالاسماء تدزوها للحكومه تحت؟ ماكو ايش حكي، ست شهور قاعد طالب، ماكو هذا الحكي. لحد الان الموضوع، لحد الان الموضوع لم يحسم. اما موضوع الحشد الشعبي، فالحشد الشعبي خليني اقول لك اياها، يستحق عذرا من هذا اللفظ مع جل الاحترام، غصبا على يرضى والما يرضى، لان نقذ العراق في اصعب مرحله، في اعتى مرحله. البيشمركه انقذ العراق، مو بس الحشد، البيشمركه انقذ الاقليم وانقذ كركوك وانقذ العراق. الكل شاركوا، لا تفضل قوه على قوه. سال علي هذا النهج، النهج يا اخوي اكو ادبيات. ما قاطعتك يا عزيزي، ما قاطعتك، ما راح يفتهمك، لا يفتهمك ولا يفتهم للمشاهد. ما تقول لي شنو المشكله انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ وفاء اذا تسمح لنا، تفضل استاذ علي. أنا اللي أقوله دائما يفضل قوة على قوة، هذا النهج تركوه حبيبي. أنطيك الوقت أستاذ وفاء، أنطيك الوقت للرد وأي شيء سجله يمك، تفضل. أنا حقيقة أحمل القوى السياسية الشيعية كمواطن شيعي، ومن خلال حقيقة التقائي، باعتبار إحنا أكثر التقاء بالشارع الشيعي وبالشارع العراقي أيضا، والعالم يشوفنا أكثر ما يشوف السياسي. يعني اليوم أنا الصبح بالكاظمية مليون شغل، خاصة الموضوع الحشد. نعم. يعني العالم أمنوني أمانة وكأنه عبالك أنا رئيس البرلمان، قلت لهم قسما بالله إحنا نفسكم الآن ده نتألم على هذا القانون. أطلب من الأستاذ علي عندما نتكلم بوطنية كاملة وعندما نمدح أي قوة أن نتكلم، لا نتكلم بأفضلية، دائما نتكلم لولا الحشد لولا. يا أخي الجيش العراقي ساهم، البيشمركة ساهموا، الحشد الشعبي ساهموا، والدماء كلها طلعوا وحرروا العراقيين. هذا الكلام روح شوف لقائي على إحدى القنوات، شوف شلون دافعت أمام نائب يتهم القوات الأمنية، يتهمها بالإرهاب، وأنا وقفت بعينه. القوات الأمنية نضعها على رؤوسنا وتاج راسنا القوات الأمنية. كل مواطن شريف مدني عسكري بالعراق احنا نقدره ونجله. انا من امدح الحشد الشعبي جي. هذا مو معناته اذب القوات الامنيه، مو معناته اذب. انا حكيت على البيشمركه بس فد لحظه يا اخي، ارجع اقول اخر كلمه يا اخي، انت ليش تحور الكلام؟ انا مدحت الحشد الشعبي لان القانون يخصه.